درعا مدينة الأحراك، الأحراك في فصل الشتاء. الله أكبر. رحت يا بني. أنا لباسي شو بدك تحكي؟ احكي عن الوضع اللي أنت فيه. شو الوضع؟ الوضع مخرب شو؟ درعا مدينة الأحراك المنكوبة. أحد أحوال مدينة الأحراك المنكوبة في فصل الشتاء. يعطيك العافية أخي. علينا ليه؟ شو قاعدين بتسووا؟ والله عم ندفى. عم ندفى على الحطب. طيب ماني شايف حطب، شايف مورين تبع هذا الحطب. شوف صور. هذا عم نشتغل كنا ببناية قبل الأحداث وجبناه وما فيش أساس مازوت وعم ندفى عليه، عم نكسر شوي شوي منه. وبالحالة العادية شغل ما فيش يعني، كنا نكسر هالحطبات. ندفى عليه. لا في مازوت لا في مازوت. والله بيجي كل ثلاث شهور بيجي له خزان بيطلع لنا قرن منه، القرن عم يبيعون اياه ب 2000 ليره. لا بالناقص عنه. دورنا محروقة. مازوت ما فيش. كهرباء ما فيش. وش نقعد في الشارع يعني؟ والله يعني بتتراجعوا عن الثورة مشان يصير عندكم مازوت؟ شو يتراجع عن الثورة؟ مش قصة انه نتراجع عن الثورة او شيء. بس العالم اللي عم بيخذلنا، العالم الخارجي اللي عم بيخذلنا، والعالم اللي جوا فلت لبرا كمان، واحنا هذا احنا هون قاعدين عم ندفع على الحطب ولا حدا سائل بينا. خليها على الله. على الله.